احنا الان ايها الاحباء الثلاثه امام مهنه نعتز فيها مجتمعنا السوري ومجتمعنا العربي ايضا. رقم واحد عرفنا على حاله نجد عربي درويش الصعيدي، اهلا وسهلا فيك. رقم اثنين نجد عربي درويش الصعيدي، اهلا وسهلا. والاستاذ نجد عربي درويش الصعيدي، اهلا وسهلا. كما تعرفون بأن واحدا من هؤلاء الثلاثة هو صاحب المهنة الحقيقية، واثنين مزيفين أو مدورين، مدورين مدورين. الآن نبدأ بسؤالنا من رقم واحد، حدد لي لمين واسأل سؤالي. رقم ثلاثة. لا، سؤالك لمين؟ رقم واحد. لا، الحافة المفرد كم كيلو تفتده يعني؟ من 4 كيلو لحد الثالث كمان، من 3 إلى 4 كيلو. فشو الفرق بين الفرشة العادية والفرشة غير العادية؟ لا أيوة، الفرشة العادية والاسكندراني. الفرشة العادية والاسكندراني لمين؟ لكم واحد. الفرشة الاسكندراني دخلتم على التخيل، والعربي للأرض، فرشة أرضية اسمها. أي الجواب؟ قالك ضيعك الجمهور. سؤال رقم واحد، أول شيء السفنج داخل ضمن مصلحتكم؟ السفنج نزيد فرشات السفنج طبعاً داخل مصلحتنا. قلتوا طبق أفلام ليش؟ على السفنج أطرى طبعاً، بس أطرى للنون يعني، بس أطرى للنون بس. جاوبك يعني. رقم ثلاثة الحقيقية بشكل أفضل، لكن الآن بترك المجال لرقم ثلاثة تعطيني مين هو صاحب المهنة الحقيقي لنجد. لو سمحت ولا حد يحكي. طيب اكتب لي على ورقة أمامك بسرعة شوي، ولا يكتب أمامه حتى لا يتردد المتسابق. اسمك والرقم اللي هو رقمك. النجد الحقيقي أي رقم؟ بسرعة شوي بسرعة شوي، أعطينا إياهم يا رجاء. أيوة الآن رقم ثلاثة، أعطينا مين هو النجد الحقيقي يا ثلاثة. رقم ثلاثة للنجد الحقيقي أستاذ حسان، مين هو؟ على الميكروفون برد. عفوا، رقم ثلاثة. رقم ثلاثة للنجد الحقيقي. رقم واحد. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة للنجد الحقيقي. وهلا راح طب الجمهور مين بيقول؟ لحظة شوي، مين بيقول واحد؟ الكاميرا تعدلنا الحضور. الكاميرا الواحد مين بيقول؟ واحد. نزلوا. مين بيقول اثنين؟ طب مين بيقول ثلاثة؟ هون اجمعوا انه رقم ثلاثة. على النجد الحقيقي يعرفنا على حاله نجد العربي سعدي الايوبي. تفضل. إلو أول ما سألوه جاوب، يعني طريقته باستخدام الوزن والكمية كانت دالة على إنه هو الحقيقي. الأخ هناك بياعته، والأستاذ هنا ياسر الجيناتي موظف. موظف، أهلا وسهلا. طيب قبل الآن شكرا للإخوان المشاركين، نعطيكم جوائزكم. وجائزتك أستاذ هنا عبارة عن ساعة يد سواك مقدمة من شركة أبناء نصوح الكيالي بعمان بالأردن، وكلاء سواك. تفضل. شكرا. والأستاذ هنا لك ساعة يد من النوع الممتاز، نوع ليونارد، تخدمة مؤسسة ياسين أبو وطفة دمشق السوري. مبروك عليك. تفضل. شكرا. وايضا الاستاذ لك ساعه يد ليونارد مقدمه من شركه ياسين ابو وطفه دمشق فيكتوريا، والف مبروك عليك. تفضل.